اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بنجومنا نجوم السباحه الطويله الكابتن او الدكتور عبد الله نبيل عبد البصير مدرب عام السباحه الطويله. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا فندم. منورنا والف مليون مبروك. الله يبارك في حضرتك ربنا يخليك. بنرحب بسباحنا سباح النادي الاهلي المسافات الطويله محمد عادل مصالح. اهلا بيك يا محمد. اهلا بيك والف مليون مبروك على النتائج المبهره، وطبعا انت اول البطوله وده انجاز كبير جدا جدا. دكتور اجيلك يمكن اكيد انجاز زي ده صعب، بتنافسوا 5000 او 5 كيلو سباحه و10 كيلو كمان، موضوع صعب، وكان في شرم الشيخ في وقت الموج بيبقى عالي وفي رياح. يعني كلمنا عن استعداد البطوله والانجاز ده بشكل عام. والله يا فندم الموضوع كان صعب جدا وشاق جدا، لان كان انت عارف شهر 12 ده الميه ساقعه، واحنا كنا بنروح نتمرن في اسماعيليه. صحيح. الموضوع ده كان بياخد مننا يعني ما يقرب من الشهرين ونص. كنا بنطلع كل جمعه نروح نتمرن هناك، بتمرن على 5 كيلو وال7 كيلو. بتسافر شرم الشيخ كل جمعه؟ لا بنسافر اسماعيليه، بنروح نتمرن هناك. ساعات كانت الميه بتبقى ساقعه جدا، الولاد يا عيني بيبقوا تعبانين، بس غصب عننا انت عارف لازم نطلع الاول. النادي الاهلي لا يقبل بحاجه غير كده، فكان الموضوع شاق جدا ان احنا لازم نتمرن. وتم الاستعداد كمان، عملنا معسكر في الغردقه من يوم 31/10 لغايه يوم 4/11، كان بقياده كابتن وائل عزت، كابتن محمد علام، وكان معنا المدير الاداري كابتن احمد اسعد. والموضوع كان صعب جدا، بس كان لازم ناخد التجربه ده ان احنا نعمل معسكر قبل البطوله، لان احنا ما بنقبلش غير ان احنا نكون الاول. طب يا كابتن، هي البطوله بتبقى صعوبتها بس ان الموج عالي والميه ساقعه، ولا منافسه كمان؟ لا احنا المنافسه شديده جدا بيننا وبين الزمالك وبين الصيد وبين نادي الشمس. البطوله بتبقى حوالي اكتر من 15 نادي، دي بطوله كبيره، وفي نفس الوقت فيها ال 5 كيلو وال 10 كيلو. ال 10 كيلو طبعا دي حاجه شاقه جدا. طبعا وفيها نظام للتغذيه، لانه لازم السباح بيتغذى اثناء العوم فعلا. طبعا تعبوني الاثنين. مش عايزين ياكلوا ولا هم بيقوموا ولا لا، بيبقى الموضوع صعب جدا، لان هو بيحدد الوقت اللي هياخد فيه التغذيه من العصير بتاعه او الميه. طبعا بيبقى في الكيلو الثالث في الكيلو الخامس، لان ال 10 كيلو دي حاجه قويه جدا. وكمان يعني مش هقول باد لاكي، بس كان الرياح وكان الجو انت عارف حضرتك كان صعب جدا الفتره اللي فاتت دي، وفي شرم الشيخ دي كان اول مره كمان تقابلها. ما كانش في وقت غير كده تقريبا، يعني ده من الاتحاد مش مننا، هم حطوا الموضوع ده، خصوصا ان في بطوله طويله كمان في شهر 6 بطوله عالم. بس يمكن هم اختاروا التوقيت ده عشان يبقى صعب، لما تطلع بطوله عالم يبقى الموضوع اسهل لك. هل ده هدف يعني مرنك على الصعب عشان السهل؟ طب بطوله عالم تبقى فين؟ بطولة العالم لا لسه المرة الجاية دي لسه ما اتحددتش، بس كان الموضوع صعب، وخصوصا كمان المرة اللي فاتت احنا كنا خدنا تاني عمومي رجال، كان عايزين ناخد اول المرة دي. مفيش انت عارف حضرتك لا نقبل بغير ذلك، فكان الاستعداد ليها كان قاسي جدا في التدريبات والمعسكر اللي اتعمل في شرم الشيخ في سوري في الغردقة. كان في اكتوبر كان او اخر اكتوبر او نوفمبر حضرتك، والمية كمان كانت ساعة في شرم الشيخ، بس الحمد لله يعني ربنا كرمنا وكلل جهودنا بالنجاح. الف مبروك الف مبروك. محمد اجي لك، يعني انت سباح طويل، السباحة الطويلة يعني من يعني بيبقى لازم عنده صبر وطولة بال وتحمل وكل حاجه، يعني لازم عنده كل حاجه. كلمني عن السباق ده والصعب فيه كان ايه؟ هو الصعب ان التغذيه بس كانت بعيده عن المسار، فانت بتعوم كيلوات زياده علشان المسار نفسه اصلا 10 كيلو هي مجهده نفسها. لا ما احنا عايزين نوضح اكتر للساده المشاهدين، انت بتعوم في المسار بتاعك عادي عشان تاكل، الاكل ما بيجيلكش لغايه عندك، انت لازم تخرج من المسار. بتخرج من المسار بتروح تجيب التغذيه، طبعا كابتن عبد الله صقر هو اللي كان بيغذينا يعني. بس تاخد التغذيه وتكمل بقى في السباق بتاعك. يعني عشان التغذيه ما تقدرش تقرب لك في المسار بتاعك. طبعا بقى بيبقى في تركيز بقى في العم. طب انت لما بتروح تاخد التغذيه بتريح شويه، بتمسك في عوامه، بتمسك في حاجه؟ لا طبعا عشان المنافسه. لا لا خالص، ده هو بيبقى ستيك عباره عن 5 متر لازم بديله بديله التغذيه او الاثنين السكوب، وهو بياخد بيعوم وبيروح عايم ومكمل، ما يقدرش حتى يعني التغذيه بتاخدها وانت عايم. التغذيه وانا عايم ده ايه العذاب ده؟ انت الله يكون في عونك يا محمد والله. طب قول لي انت خدت اول يعني الوقت قد ايه؟ هنقول في 5 كيلو. في ال 5 كيلو ساعه. ساعه. طب وال 10 كيلو؟ ال 10 كيلو ساعتين وساعتين. ساعتين. بس على فكره ده صعب ليه؟ لان انت في الطبيعي الساعه الثانيه ادائك بيقل.
ما أه بس فأنت إزاي ظبطتها يعني 5 كيلو في ساعة وال 5 كيلو التانيين؟ هي ال 5 كيلو دي كانت البطولة اللي فاتت. اللي فاتت المرة دي هو الاتحاد قال 10 أيوة كيلو بس العمومي. بس هي ما تفرقش يعني إيه؟ أنا فاهم قصدك. أنت ضيع في المسافة بالظبط. فالمفروض إن تاخد ساعتين وربع. بس إحنا اتمرنا بقى المرة اللي فاتت دي كانت من ثانوي الحمد لله 400 مرنا إن إحنا نقدر نوصل للتايم ده. معنى كده إن أنت اتحسنت. الحمد لله. يعني ما شاء الله. طب قول لي يعني في العادي الرقم العالمي كام أو الرقم اللي أنتوا آخر بطولة عالمية تحقق فيه قد إيه؟ نقول مثلا ال 10 كيلو. ال 10 كيلو كان 57 اعتقد. ساعة دقيقة 57؟ ساعة 57. ساعة 57 يعني ساعة 57 دقيقة. بس الدنيا قريبة بس 3 دقايق دي ظهر. ده موضوع مش سهل لا. وبعدين محمد عادل بطل افريقيا كمان على فكرة في ال 5 كيلو. افريقيا في ال 5 كيلو. 5 كيلو. طب اخر دي كانت امتى بطولة افريقيا دي؟ كانت من حوالي شهر ونص. شهر ونص. كانت في غانا. كانت في غانا. كانت في غانا. بس هناك المحيط انت بتعوم في المحيط ولا في كانت في المحيط اصعب عوم المحيط كانت اصعب فعلا. طب قول لي سؤال بيحيرني دايما يا محمد بامانه والدكتور برضه انت بتخاف من السمك وانت عايم؟ يعني كان في الاول الصراحه يعني كنت بتقلق من السمك. السؤال على فكره السؤال ده بيشغل بال كل المشاهدين. في ناس كتير بتبقى خايفه من الموضوع ده بس مع الادابتيشن بقى خلاص هو بيتعود يعني بس البنات هي اللي بتبقى كده محمد يعني في الاول بس خلاص اتعود. ساعتها احنا صغيرين بقى 11 سنه كده. كنت بتقلق من السمك كان ممكن ياثر عليك اول بطوله بقى اللي هو ايه ده في طب وانت ايه عايم في البطوله اللي فاتت في شرم الشيخ شفت اسماك كبيره شفت قرش شفت حاجه خلاص بقى كده ما بيفرقش معايا لا المكان بيبقى سيفتي بتأمن. طبعا طب بتامن ازاي هم يعني هيامنوا ازاي لا يعني يبقى معروف ده تواجد نخطئ بيتم الاختيار الوضع المراكب عشان مسار السباق بيبقى يعني متامن ان هو ما فيهوش اي حاجه المفروض ان ما لا لا المفروض يعني انت بتقول عشان يطمن انت بتقول عشان ما بقاش قلقان يا دكتور ما هو عشان اللي بعد كده برضو لا لا عشان لسه في بطولات جايه ان شاء الله باذن الله. طب قول لي يا محمد انت يعني ان شاء الله كده بتهيألي انت بطل افريقيا تشارك في بطوله العالم ولا انا غلطان؟ ان شاء الله هو المفروض ان البطوله دي هتبقى مؤهله لبطوله العالم اللي هي اني بطوله اللي احنا لسه لاعبينها. هل كان في حد من الاتحاد الدولي ولا نتيجه اعتماد الاتحاد المصري دي اوريدي زي العاب القوه كده؟ هو الاتحاد المصري قال ان هو احتمال ان يبقى فيه يعني هتطلع من البطوله دي بس لسه مش عارفين هيعملوا تجارب ولا لا يعني بس هي دي اللي هم المفروض بيطلعونا من دي يعني البطوله بتاعت العالم. طب قول لي يعني ايه الموقف الطريف اللي تعرضت له وانت بتعوم ال 10 كيلو المره دي؟ اكيد في حاجه. بص بص الدكتور بص ايه اللي هقول يا دكتور عبد الله يحكي بقى. طب قول لي طب قول لي هقولك يعني التغذية في واحنا في نص السبق يعني في حوالي الكيلو السادس كانت في هواء وموج وبتاع جه فالمركب بتاعت التغذية لفت شوية فكابتن عبد الله راح وقف لي في مكان تاني خالص فانا قعدت بقى ادور عليه اقول له ايه شوف انت فين بتاع انت فين بعدين بقى وصلت له بعدين قلت له انت ايه اللي وقفك كده. لا الطريف ده هو عايم وكل يعني ثانيه بتفرق طبعا فالهواء لف المركب بتاعه التغذيه خلاها بالعرض مكانك اتغير فانا اضطريت ان انا اروح في مكان تاني عشان خاطر وناديله واصفر له عشان يجي عندي لان كل المدربين واقفين في المركب ده طبعا كلنا بناخد مكان كلكم قريبين من هو انا بقى يعني في العلامه وكمان على العصايه بتاعتنا بيبقى فيها شعار النادي الاهلي وهو عارف ان انا هبقى فين فهو انا لما ناديت له فلف مجرى تاني يعني خد زي كيرف كده وبعدين الطريف بقى ان هو راح وقف وقال لي الله انت ايه اللي جابك هنا بس ده طب هقول لك على حاجه يا كابتن طب الحاجات دي يعني لازم تبقى مدروسه كويس يعني ممكن التغذيه تعطله يعني ممكن يبقى في المركز الاول وتاخد التغذيه غلط ترجع للمركز الثاني او الثالث بص حضرتك ما هو ده اللي بيحصل يعني هتلاقي حضرتك محمد وكريم مثلا وكان في حمزه كان كل واحد فيهم بيديني التايم اللي هياخد فيه السكوب بتاعته فده في الثالث ده في الخامس ده في السابع وده قبل السابع محدده ولازق لهم ورقه على الكل البطل بتاعهم هو بيعرف هو بيعد 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 اللفات بيعد اللفات الكيلو الثالث فهيعدي هياخد التغذيه بتاعته يعني اللفه كيلو اللفه كيلو حلو جدا فانت عرفت اتفقتوا في اول الثالث هجيلي من هيجي لي مثلا في اول الثالث بيبقى الكيرف بتاع المركب هو غصب عنه لازم يلف من قريب حلو. ما ياخدش من مجرى بعيد عشان ياخد اقرب مسافه تمام. وطبعا بالتالي هتبقى اقل تايم تمام. فهو لازم يتعود على الحته دي وبعدين كل مثلا فور اكزامبل كل 20 ستروك بيرفع يبص هو ماشي في اتجاه صح ولا لا بالزبط. لان في ضلع او اتنين بيبقى ضد التيار وده بيبقى اصعب حاجه للسباح وهو عايم بس يعني الموضوع مجهد قوي يا جماعه بجد لا جدا والله يا فندم وكمان الغريب كمان يعني انتوا ما بتتمرنوش في
النادي يعني، يعني ده تبقى هتمرن ازاي حمام السباحه 100 متر؟ لا ما هو احنا بيتمرنوا عشان برضو يعني الشيء بالشيء يذكر والحق يقال، احنا عندنا في كابتن اشرف صلاح مدير فني وكابتن تامر زينهم وكابتن احمد سامي دول المديرين الفنيين، احنا في الثلاث فروع في كل واحد بيتمرن مع مدربه للسباحه القصيره تمام، بس عشان خاطر بس محمد بيلعب قصير، محمد بيلعب قصير وطويل، محمد بيلعب والاثنين موجودين 400 و800 و1500 ده بس ده اطول القصير، هو اللي يعتبر ده من يعني هي ال 1500 دي اطول سبق في القصير، اطول سبق في القصير وهو الاول فيها برضه بسم الله ما شاء الله. الاول في مصر وافريقيا ولا مصر بس؟ لا وافريقيا بس، مصر وافريقيا كمان طب ما شاء الله. لا محمد ما شاء الله يعني ما شاء الله عليك يا محمد. وساندي كمان بس يعني ساندي، بس ساندي كانت معانا ما اسعفهاش ساندي مثلا برضه بطله ما شاء الله، بطله كبيره جدا. فهم بيتمرنوا في النادي واحنا بيتعمل بقى موضوع انك انت كل جمعه ان احنا نطلع في اسماعيليه عشان نعوم نفس مجرى السبق. الساعه كام بتعوموا في اسماعيليه؟ بنروح الصبح الساعه 9. ليه كده يا دكتور؟ عشان خاطر اللعيبه كده والسباحين مش بمزاجي والله، بيبقى في بعض الانديه موجوده ونادي التجديف بيبقى هناك، فانا بضطر ان انا اختار الوقت اللي انا لما بعمل لهم مجرى سبق ان هم يعوموا براحتهم عشان خاطر برضو السيفتي، يبقى في معايا زودياك عشان بفضل الف عليهم، وفي مره خدتهم عشان خاطر نتمرن على مسافه اكبر وزعل مني ساعتها، قعد يقول لي انا خلاص تعبت انا عايز اطلع حضرتك الاثنين هوصل وارجع لك تاني، وطبعا خليته يعوم لغايه الاخر ما كملش والحمد لله. هو ده يعني هو ده اللي عملك يا محمد، خلي بالك خلي بالك. هو يعني احنا كنا في الاول بنروح يعني بنعمل زي لفه كيلو مثلا او 2 كيلو ونقعد نلف كده، فوانس انا تعبت خلاص بقى بطلع، هو خدنا جوه بقى 6 كيلو بقى ورجعنا تاني، اللي هو ارجع بقى انت بقى. طب قول عايز تطلع ارجع. قول لي بس العوم في الاسماعيليه بيتهيألي اسهل شويه لان بيبقى الميه بيتهيألي ما اعرفش. بالعكس ده العوم في شرم الشيخ يعتبر اسهل رغم الجو والهواء، لان في اسماعيليه الميه مش بيور زي شرم الشيخ عشان احنا على بنعوم في القناه فبتبقى الميه مش لطيفه بس الحمد لله الفتره اللي فاتت كانت لطيفه بس ساعه ومش في حاجات طبعا بتقف احنا في البحر وده يعني مفتوح مش بمزاجنا. طب ما ينفعش نتكلم عن الانجاز ده وما يبقاش معانا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء. اهلا بيك يا كابتن وائل. اهلا ازيك يا باشمهندس؟ وحشني جدا والله بجد حبيبي يا باشمهندس. ازي حضرتك؟ قولي الاجنده اللي فيها كل الحاجات دي معاك جاهزه عشان ان شاء الله تنورنا ولا ايه؟ لا ان شاء الله ننورك طبعا ان شاء الله، ان شاء الله تنورنا وتقول لنا كل جديد عندك. الف الف مبروك على الانجاز ده يا كابتن، يعني ده انت دايما بتبهرنا بالنتائج في السباحه الحقيقه يا كابتن. حبيبي والله انا يعني بشكر الناس اللي عندك والابطال اللي حققوا البطوله دي، لان احنا للاسف السنه اللي فاتت كنا خسرنا في الطويله في الرجال، والحمد لله السنه دي عادل وكريم وحجازي الثلاثه ما شاء الله، يعني كان سبق كان نفسي عمال اتفرج عليه الثلاثه الاول والثاني والثالث في النادي الاهلي بنفسه بعض ما شاء الله، وحاجه مشرفه يعني ما شاء الله يعني زي ما بيقولوا كده خدنا بطارنا السنه اللي فاتت. طب قول لي يعني عادل كان بيلعب السنه اللي فاتت وكريم وحجازي ولا كان للاسف كريم وحجازي عشان حضرتك عارف طب كريم في كندا وحجازي في امريكا السنه دي اصرينا دول ابطال مصر وابطال النادي الاهلي ما شاء الله، اصرينا الحمد لله احنا عديها بفتره بسيطه، كلمت انا وكابتن علام وكابتن عبد الله صقر وكابتن فاضل واتفقنا احنا لازم نجيب سباحنا اللي بره عشان ننزل السباقات دي ونكسب، لان احنا ما يعني احنا عندنا احسن سباحين في مصر صحيح وفي افريقيا وبره. صراحه الولاد اول ما بعتنا لهم اتفقنا معاهم وبعتنا لهم التذاكر حتى عندهم امتحانات اجلوها ونزلوا عشان خاطر النادي الاهلي، وانا بشكرهم على المستوى الشخصي وبنقول ان شاء الله على طول كده النادي الاهلي لا ما شاء الله. وعلى حضرتك قلت لنا ده اسعدنا جدا، يعني خلي بالك يا كابتن هو معلش هيقول لك انا هاجي من كل المشوار ده من امريكا او من كندا او واجي عشان اعوم هنا في مصر، يعني برضو بتبقى عمليه شاقه عليه جدا جدا في الجو الساعة اللي احنا فيه ده، فدي حاجه بتدل على معدن ولاد النادي الاهلي. لا ولاد رجاله جدا. واقول لحضرتك على حاجه، طبعا انت عارف حضرتك اجراءات الكورونا هناك في امريكا ولا في كندا بتبقى صعبه جدا صحيح، وعدوا الاجراءات وكان عندهم امتحانات واجلوها وجم وتمرنوا، انت عارف حضرتك برضو العمق في البحر ده حاجه يعني صعبه جدا صعبه جدا صعبه جدا صحيح صحيح. الاجواء كان الجو كمان بتاعي عبد الله حكى لك الجو كان وحش قوي صح، حتى في يوم اجلوا البطوله في كان في حاجات يعني مستجدات صراحه، كلهم رجاله وانا بشكرهم وبشكر كل السباحين اللي كانوا متواجدين معانا
وبشكر الجهاز الاداري والجهاز الفني على المستوى المشرف اللي شرف النادي الاهلي. حاجه جميله كابتن، والحقيقه وبنشكرك، ودايما في العلالي كده بيقول السباحه في النادي الاهلي في العلالي يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن. متشكرين جدا كابتن وائل عزت رئيس جهاز العاب الماء بالنادي الاهلي، بنشكرك شكرا جزيلا. وزي ما عودتنا دايما يا كابتن وائل الحقيقه بيبقى عندك الجديد وعندك الاصرار. يمكن انا اول مره اعرف ان حجازي وكريم كانوا في امريكا وكندا. هو كريم اصلا اوريدي في كندا، وحجازي والاثنين بيتمرنوا هناك وبيدرسوا. بس اول مخصوص. ما طبعا اول ما كابتن وائل كلم كابتن محمد علام وكابتن فاضل، يا جماعه احنا لازم نجيبهم، قال لك خلاص. والولاد بصراحه لبوا الندى على طول، لدرجه ان كريم ما جاش دايركت على طول على مصر، لا بالعكس ده يعني خد كذا كونكشن عشان يوصل ترانزيت في كذا دوله. ولما وصل عرف ان ترونتو قفلت يعني، ما فعلا بس رجعت فتحت تاني، بس هي قفلت. فانت متخيل بقى ان هو قال لك قفلت ودراستي، بس هو كان همه ان هو لازم يشارك للنادي الاهلي، بس هي فتحت تاني الحمد لله ورجع. لا الحمد لله رجع يعني اكيد يعني. خلي بالك هي المشكله انه حتى لو قفلت ممكن يبقى اونلاين، بس برضه هتلخبط له حياته طبعا. الموضوع بيبقى شاق، بس هو فعلا هم كانوا رجاله جدا، والسبق كان حلو قوي، لان انت تطلع اول وتاني وثالث عمومي ال 10 كيلو. صح صح كانت صح. كانت حلوه وكانت مفرحه، والنادي الاهلي بينافس نفسه. بس قول لي يا محمد، يعني قول لي يعني انت كنت يعني اكيد قبل ما تروح السبق كنت يعني شغال انت تاخد اول، بس توقعت تاخد اول ولا قلت ممكن يحصل يعني يعني جد جديد يبقى ممكن حد منافس؟ انت من جواك كنت حاسس تاخد اول على طول؟ جوايا ان انا ببقى ناوي ان انا اخد المركز الاول، يعني بابا يعني اللي انا يعني بتخيله ان انا واخد المركز الاول. حصلت اي تغيرات بقى غصب عنك غصب عنك. طب قول لي طموحك ايه، نفسك في ايه غير افريقيا والحمد لله دلوقتي بطل مصر؟ نفسي اخد مركز كويس في الاولمبيات يعني ان شاء الله. الاولمبيات انت حتى الاولمبيات مش بطوله عالم كمان. طب ايه اللي يفصلك عن التاهل للاولمبيات؟ اللي يفصلني يعني هو بس انا فاضل لي، انا دلوقتي جايب البي كوت بتاع الاولمبيكس العوم ده، بس هو احنا ما بنطلعش على البي كوت، احنا بنطلع على الاي كوت. هو فاضل لي ثواني بس ان انا اطلع بالاي كوت دي، بس هي محتاجه جهد شويه. لا عرفني عشان الساده المشاهدين مش كل الناس فاهمه سباحه. يعني دلوقتي انت رقمك، انت الرقم اللي جبته في يعني في تصفيات اولمبيات انت عملتها، هل بياخدوا برقمك وتتاهل دايركت ولا بيعملوا ايه؟ هم بياخدوا بالرقم، يعني بالرقم. انت في رقم معين تحققه فين؟ في بطولات محليه ولا دوليه؟ في بطولات مؤهله للاولمبيكس معتمده يعني مؤهله، ممكن تبقى بطوله محليه منهم مثلا. في بطوله تمام. جمهوريه، وفي بطولات بتبقى بره. انت في بطوله معتمده تطلع البطوله دي تجيب الرقم طب امتى البطولات دي؟ قبل الاولمبياد بفتره ولا ممكن من دلوقتي تحسم تاهلك؟ لا هي بتبقى من قبل الاولمبياد بفتره، بس دلوقتي في بطوله العالم اللي في شهر 6 دي ممكن تبقى مؤهله. عايز اطلع ممكن تبقى مؤهله للاولمبياد منها، يعني ممكن تجيب رقم او وقت يأهلك الاولمبياد دي. لا اللي جايه اللي جايه اللي جايه تبقى مش دي. لا مش دي. يعني هيكون فاضل مثلا يمكن سنه ولا حاجه على الاولمبياد. نفسك تحقق مركز حلو في الاولمبيات ان شاء الله. هتحقق يا محمد باذن الله طالما دي رغبتك، بس دي هتيجي بالتمرين والدكتور بقى يشد حلو معانا يوديك الاسماعيليه 8 الصبح و9 الصبح. انا هودي اسماعيليه وكابتن اشرف يكمل بقى معايا يكمل. بالظبط انت بقى تعمل اللي عليك. بس خلينا نقول ان انت برضو ليك خطه انت كمدرب عام، نجاحهم من نجاحك يا كابتن. بص يا فندم، النادي الاهلي ما بيشتغلش وخلاص، لازم يكون في بلان. كابتن وائل او كابتن محمد علام او كابتن فاضل، الجهاز اللي هو الناس اللي مسؤوله عن السباحه، بالتعاون طبعا مع المديرين الفنيين سواء كابتن اشرف صلاح او كابتن تامر او كابتن احمد سامي، الثلاثه دول معايا ما اقدرش اشتغل لوحدي، لان هم اوريدي الولاد بتتمرن طول الاسبوع معاهم. انا فاهم قصدك. انتوا كجهاز هم بيتمرنوا طول الاسبوع، الموضوع مش شرط بالظبط طبعا، وبيلعبوا قصيره وبيلعبوا الطويله. اول ما خلاص بيبقى في موضوع الطويله جايه البطوله، فخلاص احنا بنبتدي بقى نحط البلان بتاعتنا ان احنا خلاص هنطلع نتمرن في اسماعيليه، هنعمل معسكر في الغردقه، هيبقى في ستيبس كده لازم اعديها عشان خاطر اوصل ان انا كوز دي معانا. بالظبط. انا سعيد جدا يا دكتور بامانه، والوقت بيعدي معاكم او في وجود الابطال بسرعه، بس بشكرك دكتور عبد الله نبيل عبد البصير، بشكرك نورتيني وشرفتني والف مبروك على الكؤوس الكبيره اللي حضرتك حققتها. ميرسي ربنا يخليك. بشكرك يا محمد والف مليون مبروك، ونتمنى لك كل التوفيق، وبيننا الايام ان شاء الله هتعمل حاجه كويسه في الاولمبياد ان شاء الله. بشكركم شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين. خلينا نطلع لفاصل، لسه مكملين معاكم كمان فقرتنا مع السباحه الطويله، هيكون معانا بعد الفاصل السباحه ساره حسن صاحبه المركز الاول، وهيكون معانا السباح كريم طارق صاحب المركز الثاني، ولكن بعد الفصل.